يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثيرا ما يقول المخالفون لأهل السنة إننا نحن أهل السنة نعتمد فقط على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى أئمة الدعوة رحمة الله عليهم جميعا، وإنهم جاءوا بشيء جديد مخالف للسلف، فهل ترشدنا يا فضيلة الشيخ إلى كتب تؤيد ما يقوله شيخ الإسلام وأئمة الدعوة سواء في الاعتقاد أو في غيره؟ هل يقول أنهم خالفوا السلف؟ يجيب لنا شيء خالفوا فيه السلف يحدد لنا، أما أنه يتهمهم بالجزاف كذا فلا يقبل منه، هذا صاحب هوى. إن كان صادقا يحدد لنا ما خالفوا فيه السلف، حدد لنا هذا نشوف، لكن أنى له هذا. نعم.